السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام. رؤية اسم مريم في المنام تدل على نيل المرام والمراد الذي يسعى إليه الراعي، وتشير رؤية اسم مريم مع اسم آخر في الحلم إلى الحصول على مساعدة من الآخرين، والحلم باسم مريم يدل على رفع الظلم وانتهاء الظلمات، فيما اسم مريم العذراء في المنام يدل على حسن الخلق والدين. ومن رأى اسم مريم العذراء مكتوب في الحلم فهذا يدل على العلو في الشأن بين الناس. أما حلم كتابة اسم مريم العذراء يدل على السعي والصلاح. فيما الزواج من فتاة اسمها مريم في المنام يدل على نيل الرفعة والسرور، ورؤية الزواج من فتاة جميلة تدعى مريم في الحلم يدل على تحقيق أمنية أو رغبة. فيما سماع اسم مريم في المنام يدل على سماع أخبار سارة، وسماع صوت مرتفع ينادي باسم مريم في المنام يدل على سماع التنبيه والإرشاد. أما تسمية المولود باسم مريم في المنام فتدل على الذرية الصالحة وقدوم مولود جديد، وتسميته مريم في الحلم يدل على دخول الرزق والزيادة في الأحوال، والله أعلم. أما كتابة اسم مريم في المنام فيدل على السعي بجد لنيل المرام، ومن رأى أنه يكتب اسم مريم بخط عريض في الحلم فإنه يصل إلى ما يسعى إليه. فيما رؤية موت فتاة اسمها مريم في الحلم تدل على اليأس من أمر ما، وتشير رؤية البكاء على موت فتاة اسمها مريم في المنام إلى ذهاب هم والخروج من الضيق. فيما رؤية اسم مريم في المنام للرجل فيدل على الزواج من امرأة صالحة، ومن رأى أنه يلقي التحية على فتاة باسم مريم في الحلم فهذا يدل على السعي بصلح. أما رؤية اسم مريم في المنام للعزباء يدل على تحقيق الأماني والطموحات، وإذا رأت فتاة العزباء أنها تعرف اسم مريم في الحلم فهذا يدل على نيل منفعة منها. فيما رؤية اسم مريم في المنام للمتزوجة فيدل على حسن معاشرتها لزوجها، وإذا رأت المرأة المتزوجة أنها تضرب امرأة اسمها مريم في الحلم فهذا يدل على إرشاد الآخرين ونصحهم. فيما رؤية اسم مريم في المنام للحامل يدل على ولادة طفل أنثى، وإذا رأت المرأة الحامل امرأة تعرف اسمها مريم في الحلم فهذا يدل على نيل مساعدة منها. فيما اسم مريم في المنام المطلقة يدل على انتهاء الأحزان والآلام التي أتت بعد طلاقها. هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية تفسير اليوم. إلى اللقاء في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام.